تبغى تندير لك صافي حتى تتبلى. بغيت نشوف احسن وجه فيا. شكرا بزاف. شكرا لك. يلا تنبوسه ماشي ليا انا البنات البنات اليوم. البنات خرجنا مع الطبيب وصافي قالوا لي بانه زعما مزيان راه فيها غير شي يمكن شي. صباح الخير البنات كديري لاباس؟ المهم انا اليوم مشيت نقرا مشيت ورجعت دابا نعاود لكم شي للدار. المهم كنتمنى لكم نهار زوين. انا مشيت نقرا وعيطوا لي في التليفون ديال جلداني مريضه. المهم في الدار نعاود لكم كلشي بالتفاصيل. دابا تينا نبدا النهار وانا هنا فهاد البلاصه زوينه كتعجبني طبيعه كما كتعرفوا. يلا دابا نبدا معكم البلوغ هنايا وصافي. دابا انا غادي نبدا نيو غادي للبوسطة نهز واحد الباكيتي وصني وغنزل البنك ناخذ واحد الشغل ونرجع للدار نعاود لكم شو وقع ان شاء الله. الكعكه ديالي هما كتهو البنات راه بديت لها الحوايج مريضه مامي. شوف قولي سلام بنات. شوفي 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 كتلعب بها. هلا شكون تغني؟ ها؟ تغني؟ هلا هلا سلام بنات كدايرين لاباس؟ ما بقيت غير سجلت لكم ديك النهار صراحة حشت للدار كما قلت لكم دنيا مريضة وداكشي ما بقيتش سجلت صافي حتى التليفون وقابلتها. المهم يعني اليوم راه دازت على داك النهار يومين يعني يوم الحد هي ولات شوية ولكن كتقول لك ضرني هنا وكضرها كريشتها ولهذا غنديها باش نشوف لحقاش قلت زعما إلا كانت شي حاجة ماشي نحتاج غدا نبطل نمشي نشوف بعدا واش من الدراس واش من فيروس ما بقيت فاهمه منيش صراحه لهذا غندير الاورخينسيا دابا ليرجونس بنادني خلينا مو من هضر نديها ليرجونس نشوف شنو عندها باش نعرف واش غدا ندير الطبيب ديالها ولا صافي تمشي للمدرسه لان هي دابا مزيان ما كيضر حتى شي حاجه بالحق تقول لك ماما ديدي هنا ومنين كتشرب الحليب كضر الكريشه تضر الكريشه بالحق ما كان حاجه كما كترد ما حتى شي حاجه لهذا بغيت نعرف شنو واش هادشي يقدر يفوت غدا باش نعاود ندير البروغرام ديالي واخا راه كنديروا بروغرام وديك الساعه اللي بغى ربي اللي غادي تكون صافي البنات هادشي اللي كاين دابا غنديوها ليرجونس نشوف واش غادي يقول لي لينا وشكرا شكرا 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 بزاف للبنات اللي زعما في الانستغرام سولتوني عليها في البريفي كلشي كيدعي معاها الله يشافيها بوسه كبيره لكم والله يعطيكم ما كتمنوا يا ربي في حياتكم وشكرا بزاف 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 لانكم زعما عز عليكم هاد الفنيكيشه ديالي ودعيتوا معاها بالخير شكرا بزاف 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 الله يخلي لكم نتوما وليداتكم وصافي وان شاء الله غنحاول نحط لكم مورا هاد ما عرفش غنسجل شي حاجه في هاد الفلوق غندير لكم قطعه قطعه وصافي وغادي نخلي لكم كيفاش تشريو من شينا نخلي لكم يمكن مورا هاد مورا دابا ملي غنرجع غنحط لكم كيفاش تشريو من شينا ان شاء الله نشرح لكم كلشي بالتفصيل ونكمل لكم هاد النهار نشوف كيفاش غادي يدوز وصافي هذا مكان ديني نوريهم شنو لبستي لبستي ندوق فما ماما توري البنات شنو لبستي ولا تنخرج تنخرج البنات نوريكم شنو لبست لبسه بعدا المونطو قويمجه بيضاء سروال جين وصباط عاوزكم التفاصيل من بعد نصور عليكم تشوفوا شنو لبست يلا قولي بنات شكرا هيدي هيدي قولي لهم شكرا شكرا قولي شكرا بزاف 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 شوفيهم ديري لهم ماما ماما شتي مسكينه بنت فيها المرضى هاد الايام خوينته ديالي بنات زوينين يلا ديري لهم ماما يلا باي باي عليكم باي باي قولي لهم شكرا حقا سولتو فيا شكرا شكرا بزاف شكرا يلا عطيهم بوسه ماشي ليا ليو البنات البنات ديال اليوم ما قولي لهم اوسكيرو كيرو مشات رجعنا من الطبيب جبنا لها الجوده هادشي اللي لبستها عصاك هذا كيف الارض لبستها هاد الصباط شاكيطه مابقيتش كتقدري ماما طلعي هذا عطاها لها شاف لها الطبيب بقات شاده وهنايا باتي ماما نوري البنات هاكي مامي هاكي مامي غارة مامي صافي حبيت لها شعر ونطلق نوطين قاسمية دونا معاك ماما طلعي سوبا سوبا نو اختي بيناتي هولا توحشتي الكل خيو سي مامي داكشي باش كتلعبي هنا توحشتي يومين ما مشيتيش مامي بلو بلو شنو بلو اكي نو بيردي سي سي دابا دوزيهم كامل باش نمشيو ياك سي مامي يلا قولي بنات اوسكيرو كيرو صافي لهم بوسه مرحبا بنات خرجنا مع الطبيب وصافي قالوا لي بانه زعما مزيان راه فيها غير شي يمكن شي فيروس هذا دانيا فينك هاي هاي صافي مشات المهم قال لي بانه راه مزيان غير شي فيروس والحمد لله زعما نورمال هاد الوقت ديال الفيروسات شاف لها سنانها شاف لها كلشي قال لي كلشي مزيان
غير هضرات كلشي ولا هضرات شي حاجه عطا ابي راطالو صافي هادشي اللي كاين. وهادي بليتي حتى هي قالت لك دير لي فوطو. اشنو بغيتي ندير لك فوطو؟ صافي حتى انت تبليتي فوطو. خويا الصغير كمان الكبير حسن. المهم بغينا ندير واحد الفيجيتال اليوم كما كتشوفوا هنا في البويلو ديالنا. عندنا بالنا خوت بعد ما دزنا من الجرده مسالينا من الجرده جينا او دنيا كرجعت حالتها. نهار البنت كرجعت حالتها مشى فيها المونطوشه تلبسي غدا للمدرسه كمان تصخات المونطو ولا كيجي زوين مع الاونيفورمي. هما واخا نصبر ما يتشوف دابا امبوسيبل يتشوف. شتي او او شي ايوا ولكن ماشي مشكل. عندك قلت لكم البنات دزنا من الجريده مشيت للدار وجدت واحد لا كوموند ديال الزيوفه نديها واحد الناس وصافي. ودابا غادي نمشي لسميتو غنمشي ندوز نشوف نيت حتى ماما. ودزنا هاد الفيشطه هادي اللي قلت لكم انا ودانيا وراجلي دزنا شفنا شويه شنو كاين. بعد جا خويا عندي مصطفى وحنا غادي ماشي كما قلت لكم نمشي نشوف الواليده. هادشي اللي كاين. قولي نتوما شنو درتو اليوم الحال داكشي. ودابا كنظن غادي نخليكم وغنخليكم تشوفوا كيفاش تشريو من شين. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه على شين. نهار 22 نحط لكم واحد الفيديو ان شاء الله على شين باش نعطيكم انفورماسيون. وغادي نعطيكم واحد الكود برومو واعر باش ان شاء الله تشريو في بلاك فريدا اللي هو نهار 23. لهذا انتظروني ان شاء الله هذاك الفيديو راح لكم نهار 22. غادي نعلمكم في انستغرام فاش غنحطو باش تمشيو تعرفوا شنو تشريو. بعدا نعطيكم بعض الافكار وتعرفوا يعني كيفاش بعدا ندير لكم هذا الفيديو باش تعرفوا كيفاش تشريو من شي. وصافي يعني نخليكم تشوفوا كيفاش تشريو من شي. مهم بنات اول حاجه غادي ديروها هو انكم غادي تكتبوا شين في الجوجل ولا في شروم كل واحد فين كيكتبها يعني في الانترنت نكتبوا شين. غادي تدخلوا لابليكاسيون و الا كنتو مشاركين لحقاش بزاف فيكم كتقولوا لي غير الطريقه ديال الشراء ماشي زعما كيفاش تشتركوا. ولكن انا غنوري حتى الناس اللي ما مشاركينش مع شين يعني الا كنتو مشاركين راكم غديروا الايميل ديالكم المود باس وتدخلوا. ما كنتوش مشاركين غتدخلوا لهاد البلاصه اللي مكتوبه فيها ريجيسترارسي باش تريجيستراو. غير ضروري يكون عندكم واحد الايميل الا ما كانش عندكم قول شي واحد يديروا لكم لحقاش في الايميل هي فين كتوصلوا بشحال من حاجه الا كان شي برومو البيديدو ديالكم واش وجد واش تصيفط. مهم ضروري من الايميل في اي حاجه اي يعني سيت بغيتوا تشريو فيه. كما كتشوفون هنا غندير واحد الايميل اخر عندي ولكن حتى هو مسجله به كان عندي قديم ما بغيت نوريكم. يعني في هذه الحاله عندكم ايميل جديد غادي تكتبوا داك الايميل الجديد غدير واحد المود باس غادي تختاروا شنو بغيتوا زعما تشوفوا في هذا الشيء شنو مهتمين حوايج الدراري الصغار ديال الدار كما شفتوا انا درت كل شيء. وصافي ديك الساعه غادي ديروا زعما تكملوا. ها نتوما تسجلتوا يعني تسجيل ساهل 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 في شين. من بعد كتدخلوا هنايا اللي هي الباج ديال شين كيطلع لكم كل شيء. هذيك الحاجه كانت طلعت لكم كيقول لكم زعما واش بغيتوا هذا واش بغيتوا الانترنت يبقى يتذكر المود باس ديالكم وديروا في سيسي وديروا واش ديروا ديروا نو يعني اللي بغيتوا. انا كندير سي باش ما بقاش نعاود نكتبها كل مره مثلا في شين ماشي في كل شيء. صافي من هنا كما كتشوفوا كتدخلوا للصفحه الرئيسيه كيبان لكم هنا بزاف ديال الحاجات. انا باش نلقى حاجه بسهوله كما كتشوفوا كاين هاد ربعه المربعات كنضغط مثلا على ديال الاكسسواريوز اللي فيه البولسوس كتضغطوا على البولسوس كما شفتوا تشوفوا السيكان. انا عندي بالاسبانيول البنات ولكن راه لحقاش انا بالاسبانيول ملي كنقلب وكاين حد في ديك البلاصه ديال البولسوس فيها الصبابط فيها كلشي يعني فيها كاع لي زاكسيسوار موريتهمش ليكم. وهنا ضغطت على الطايات الكبار راه في شين كاينه واحد البلاصه خاصه بلي طاي الكبار يعني الناس اللي كيلبسوا كثر من ال يعني كيلبسوا اكس ال اكس اكس ال الى اخره. لهذا الا كنتو هكاك ضغطوا على هاد البلاصه فين كاين الطايس الطايس فين كاينه الطايس غرانديس ودخلوا تماك فين غادي تلقاو يعني غتلقاو الملابس وداكشي اللي زعما يجيو قدكم وداكشي.
وكما كتشوفوا هنا ملي كنضغط انا مثلا على واحد الخرسي كيطلعوا لك خرسي يعني كيطلعوا لك تريكواد ديال الصوف اخرين كيشبهوا ليه ديما لتحت يعني بحال الريكومنداسيون. مثلا اختاريت هذا الخرسي كنشوف هنايا كيفاش داير كنشوف التصاور كاملين باش نتاكد من التوب كيفاش داير كنشوف الالوان اللي عندهم الالوان. ومنين كنضغط على دوبل اكس ال مثلا انا اللي كنقول هي تما كصغر طايا غادي يطلع لكم من تحت منها شحال شحال القياس في الصدار شحال القياس في الطول شحال. ركزوا مزيان في هذيك القضيه دائما البنات ركزوا في الطايات ما تبقاوش تلحقوا وتقولوا انا كنلبس ال ناخذ ال لا واخا تكونوا كتاخذوا ال منشين انا دائما دابا واخا كناخذ ال كنشوف ملي كنضغط على الطايه كيطلع لك من تحت القياسات اللي هذا في القياس ركزوا عليه مزيان. هنا كما كنشوفوا كتضغطوا على البلاصه ديال الوليدات الصغار وكتدخلوا ثاني كاين كلشي ما يخص الوليدات الصغار كلشي 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 كيف ما كتشوفوا. ناخذ هنا كما نضيف هذا المونطو هذا كما ضفت التريكوات اللي سبق لكم شفتوا كتضغطوا على هاد انيا ديال لاسيستا وكديروهم. وهنايا البنات كما شفتوا كتضغطوا على القياسات وكيطلعوا لكم يعني كاين ديال عامين من 3 سنين من عامين 3 سنين من 3 سنين 4 سنين اللي هي كتسوى زعما 100 ولا 120 نوميروس اللي كاين هنايا من تحت كيف ما كتشوفوا. انا درت ال 100 لان ال 100 هي اللي من 3 سنين 4 سنين ماشي في القياسات ديال الوليدات الصغار كاملين كيكون فيهم داك القياس كيكتبوا العمر سينو كيكتبوا شي وحدين القياس بالسنتيم لهذا ركزوا دائما في القياسات قبل ما تشريو. صافي البنات من بعد ما كندير كلشي في هذيك السله كندير كومبروبار وكتزيدوا للقدام. ملي كديروا كومبروبار ضروري في الفوق البنات دخلوا الديريكسيون ديالكم. انا يعني حقاش فاش كتسجلوا اصلا كتدخلوا الديريكسيون ديالكم ديال الدار دخلوها مقاده النمر ديال التليفون مقاده كلشي على حقه وطريقه باش يوصلكم داكشي للدار وباش لما وصلكمش يعيطوا لكم في التليفون. المهم ضروري تعمروا هادشي كامل هادشي راه كيديروه في الاول فاش كتسجلوا في شين لهذا انا عندي مسجل لاني مسجله يد معاهم لهذا راه غادي يكونوا طلبوه لكم وغتكونوا دخلتوهم يعني دخلوا الانفورماسيون مقاده باش كيف ما قلت لكم ما تكونش شي حاجه من تشري وما يوصل لكم جاك شي بلاصه اخرى. صافي كما كتشوفوا راه كلشي باين كتدخلوا المدينه اللي فيها الكود بوستال البروفينسيا النمره ديال التليفون وكتخبيو داكشي كديروا غواردار وصافي كلشي كيتخبى. وكما قلت لكم بعد كنديروا كومبروبار وكندوزوا للخلاص. هنا الخلاص كيطلع لكم كاين الباي بال وكاين لاكارت ديال البنكه العاديه كنظن اغلبيه الناس غيخلصوا لاكارت لهذا انا نقول هنا الباي بال. عندكم الباي بال مثلا كتضغطوا على الباي بال كديروا اسرار بيوتي 15 نقول الكود برومو اللي عاد نعطيكم انا ياكو كما كتشوفوا راه خدام بنات كتقول لي ما خدامش راه خدام خصكم ديروا في البلاصه اللي وريتكم دابا. وكما كتشوفوا راه نقصوا لكم 7 اورو فاصله كدا و90 داكشي اللي خديت انا مثلا شي حاجه يعني معقوله ثمن معقول. صافي وكيبان لكم انه الانفيو راه غراتيس كتخلصوا غير السكور ضروري اللي هي 87 سنتيم دائما كتخلصوها في شين. صافي هنا كدوزوا البايبل بايبل كما كتعرفون كتحتاج لحقاش اصلا دخله فيه لاكارت ديالك ولا لا كانوا فيه الفلوس كديروا غير المود باز ديال بايبل وهانتي خلصتي وسالينا. هذا هو الخلاص بالبايبل. دابا غندوز نوريكم كيفاش تخلصوا بلاكارت. بلاكارت كتضغطوا على لاكارت ديالكم وهنا اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفوش كيفاش يخلصوا. سهل بزاف البنات. هانتوما اول حاجه غادي ديروا النمره الطويله اللي عندكم برا لاكارت يعني عندكم لاكارت فيزا عاديه ماشي طرخيطه كريديتو غير فيزا عاديه. هنا بعدا تنهضر على اسبانيا الحقيقه ديال المغرب عارفش كيفاش دايره. هذيك النمره الطويله اللي كتكون من القدام هي اللي غتكتبوا في هذه البلاصه اللي وريتكم غديروا الشهر والعام فاش غتسالي لكم حتى هي كتكون من تحت النمره ديال لاكارت. وهنايا اللي بزاف ديال الناس كيسولوني على هذه القضيه عواطف شنو نكتبوا هنا هنا غتكتبوا واحد ثلاثه النوامر كيكونوا من لاكارت ديال البنكه من اللور يعني غادي تقلبوا لاكارت غيبان لكم واحد ثلاثه النوامر كيكونوا في واحد الخط ابيض هذوك هما ثلاثه النوامر اللي غادي تكتبوا يعني شي مرات كيكونوا غير هما وشي مرات كيكونوا هما الاخرين يعني هذوك النمرات يا اما الاخرين يا اما هما اللي كيكونوا بوحدهم هما اللي تكتبوا اللي كيكونوا في لاكارت من اللور. صافي وكديروا على كتضغطوا هنايا على ريكوردر وشبيتوا هاد لاباج ديال الشين تعقل لكم على هاد الانفورماسيون ديال لاكارت ديالكم ماشي المود باس سينو الانفورماسيون باش مره اخرى بلا ما تدخلوا النمره وتدخلوا المسائل كلشي صافي كتبقى مخبيه. صافي البنات ملي كديروا كتضغطوا عليها انا مثلا كنفضل تبقى صراحه مخبيه بلا ما نبقى كل مره عاود ندخلها ندخل النوامر وداكشي حقاش ما نجي ما عاقلاش عليهم ما حافظاهمش. صافي كندير ريكوردار وكدوزوا تخلصوا صراحه جد جد ساهل كنتمنى غير تكونوا فهمتوا يعني كيفاش شرحت لكم وكديروكم يعني باغار وملي كتخلصوا صافي راه كيدوز الخلاص وكتخلصوا يعني انا ما غنخلصش لاني ما غاديش نشري. صافي ملي غديروا كومبرا راه كيتخلص كلشي وكيجيكم ايميل بانكم راه كملتوا. وهكا البنات كيفاش تشريو من شين كنتمنى تكونوا فهمتوا. البنات انا دابا يلاه كنت كنشوف كيفاش ندير لحقاش صراحه ما بغيتش نلبس لداني شتاكيت اخرى مع داك الاونيفورمي ديال المدرسه هذه اللي كتجيها يعني معنا يعني ملي كيكون عندها السبور كنلبس واحده اخرى وملي كيكون عندها الاونيفورمي العادي ديال نهار على نهار نلبسها هذه كتجي زوينه الصراحه. ولهذا درت واحد الحاجه قلت شنو هي ما غاديش نشوف فيها صبنتها ومباش نلبسها لوحده اخرى ما كتجيش مع الاونيفورمي مزيان جيت درت كيتا كراسا كما كتشوفوا تحيدات كلشي تحيد منه بقى شويه كما كتشوفوا انا غنبقى دابا نفرك تنحيدو. اشنو درت رشيت كيتا كراسا كاع على المانشستر هنا كان كلشي مانشاد وحيد رشيت كيتا كراسا بقيت كنحك فيه كنحك فيه ومن بعد
غنحك فيه دابا زقت هذه الفوطه بالماء باش نحيد ديك الكراسه، في نفس الوقت تحيد حتى المانجا. المهم قلت لكم هذا انا بديت نحكهم مزيان باش نشوفوا واش غيحيدوا. ها انتما البنات كما قلت لكم كتحيد شتي، ولو تبقى الا بقات تبقى شي حاجه خفيفه ما عرفش شتي كيبان واحد شويه انا، ولكن حسن يعني كيبان حسن نقي، كيبان نقي ماشي بحال اللي كان عرفتي كي كان في الاول راكم شفتوه في الفيديو كان حالته نقيته بين ما دوز بيه بعدا غدا. نهار الاربعاء كيكون عندها السبور، ديك الساعه غنصبروا ليها ثلاث بالليل باش الخميس ان شاء الله تكون صافي تحيد منه هادشي كلشي. ولكن صافي راه تنقى شفتو، لانه غير هاد البلاصه اللي كانت عمرات مدانيه بديك تشوبا تشوب وصافي كم صاصه ديال التفاحه صافي. يعني هذاك تنشارك معكم هاد الفكره باش لو وقع لكم مثلا شي حاجه كنتو معولين على شي تشاكيطه ولا على شي كسوه كيتا كراسه ديال الحوايج راه تحيد كلشي، تفركوها مزيان 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 من بعد ديروا الماء باش تحيدوا الاثر ديال كيتا كراسه ديال المزيل الشحوم من الحوايج وصافي. وانا شاركت معكم هاد الفكره اللي درت اليوم كنتمنى تنفعكم. نوريكم شنو هما المنتجات اللي كنستعمل هاد الايام هادي وكيفاش كنستعملهم. كما كتعرفوا عندي مشاكل شويه ديال الحبوب وهذا، لهذا وليت كندير كنخلط. المهم انا نشرح لكم باش تفهموا، وليت كنغسل وجهي يوميا بهذا ديال هاد الماركة هادي كوريا، لانه غوماج ولكن غوماج خفيف كما كتشوفوا. غادي نبدلو بواحد واحد نصحتني بواحد البنت ان شاء الله غنديرو نشريه ونوريه لكم. المهم دابا حاليا كنستعمل هذا حتى نساليه، وليت دابا كنقول ما نبقاش نشري منتجات حتى نسالي منتج عارف نشري واحد اخر. كما قلت لكم باش ندير غوماج لان كما كتعرفوا لاني كندير فوندو تا ولا كريم اساس خص باش تنقى لي البشره مزيان. عاود ثاني ككريم بالحبوب كندير هذا ديال ايفاكلار ديال لاروشي بوساي، ولكن ملي كنغسل وجهي شنو كندير؟ كنغسل وجهي مزيان كندير هاد اكنوسان هذا. عرفتي البنات هذا خصو يكون عندكم، الا كانت البشره ديالكم دهنيه والبشره ديالكم فيها الحبوب خص هاد المنتج هاد ضروري يكون عندكم في الدار. عرفتي رائع، كنت كنستعملو البنات شحال هادي وقطعتو صافي لحقاش وجهي مشى، زعما مابقاش كنعاني صراحه من الحبوب. وهاد الايام اللي رجعت صافي قلت خصني نمشي نشري وشريته نيت البنات بليت كنستعملو الصراحه كينقي مزيان، هو كيقولوا بانه مزيان البنات اللي فيهم الحبوب، وبالنسبه مزيان عاوتاني الرجال مي كيحسنوا وجههم يديروه زعما، ولكن لا تيحرق صراحه لحقاش كتكون شي حبوبه فيك مادام فاش كتكون فيه شي حبوبه هكا مجروحه وهذا كيحرق بزاف. هو باش زوين البنات هو انه كيداوي هذاك الحبوب اللي تيكون خارج وداك الحبوب اللي تيكون تحت الجلده كيداويه قبل ما يخرج، يعني ما كيخرجش. صراحه منتج رائع، الثمن ديالو البنات ديال 7 اورو 6 اورو فاصله شحال 7 اورو فاصله شي حاجه. المهم راكم عارفين الاثمنه كتغير من فرماسيه لفرماسيه. ها انتما هي السميه ديالو، الا بغيتي دير ليه السكرين بلاتي. ها انتما عرفتي زوينه البنات كيتفتح بحال هكا. ان شاء الله غندير لكم واحد الفيديو خاص، ولكن حتى نوصل تقريبا نتبع هاد بزاف ديال الحاجات باش نجربهم على حساب الحبوب، وديك الساعه ندير فيديو خاص عاوتاني. المهم كنمسح وجهي البنات، كنعمر هذا القطن هذا وكنمسح وجهي مزيان به، هادشي ملي كنغسل وجهي وكنشفو كنمسح به وجهي مزيان البنات مزيان مزيان حتى نقي، زعما كنحس صافي القطن كيخرج نقي. يعني كيكون كنستعملو حنا اللي فينا الحبوب والبشره دهنيه كاتونيكو. عرفتي البنات رائع هذا المنتج، كما قلت لكم الا فيكم الحبوب خصو يكون عندكم. ولا كان شي حبوبه كبيره كبيره بزاف وهذا وبغيت نعالجها دغيا، زعما كندير فوقها هذا زيت شجره الشيركم، شفتوني فاش شريته من ميركادونا هاد الايام، كندير واحد النقيطه وصافي في صبعي وكنديرها فوق الحبوبه، ومن بعد كندهن هذا الوجهي كامل. ونيفي البنات مثلا هذه ما كتقشر ليا جهه نيفي واحد البلاصه. المهم هنا كنشرح لكم بالنسبه للبنات اللي عندكم مثلا البشره دهنيه وعندكم شي بلايص كيتقشروا يعني ناشفين هكا توقع هاد القضيه، كنديروا ديك الساعه شي شويه كريم مرطب في البلايص اللي عندكم كيتقشروا. مثلا انا كندير دابا هاد الكريم هذا اللي كنت وريته لكم واحد الكريم طبيعي من هاد لامارك هادي انتوما، هو صراحه مرطب زوين بزاف، لهذا كنديرو فوق نيفي وكندير واحد شويه وكنخليه صراحه كتصبح ديك البلاصه مرطبه مزيان وما كتبقاش مقشره وصافي. ومن بعد ملي كندير هادشي كلشي البنات كما قلت لكم هذا هو اخر حاجه، من بعد هذا فوق البلايص اللي ناشفين وكندير كارميكس. هاد البنات حتى هو رائع لترطيب الشنايف، نتوما شوفوا قريب غتلقاوها البنات في الدروني داير الثمن ديالو 3 اورو فاصله شي حاجه صافي. هذا هو الشيء اللي كندير هاد الايام لوجهي صراحه، يعني منتجات رائعه كلهم. الصابون كما قلت لكم يعجبني كيغسل مزيان كيدير القماش مزيان وهذا، ولكن ان شاء الله غيسالي غنبدلو ناخذ شي حاجه اخرى نجرب واحد واحد كما قلت لكم صحتني بواحد صاحبتي. وكما قلت لكم هذا المنتج كان فيكم الحبوب البنات شريوه زوين، الثمن ديالو مناسب وكيدي مده طويله، زيت جرجرات الشاي حتى هو رخيص وكيدي حتى هو مده طويله، يعني خصو يكون عندكم. وصافي البنات هذا هو المنتج اللي غندير دابا لوجهي، هما اللي متبعه دابا حاليا. ان شاء الله ملي غيداوي ليا وجهي مزيان بهاد المنتجات وغنزيد كما قلت لكم واحد الصابون، المهم ان شاء الله ديك الساعه غندير واحد الفيديو خاص للناس اللي ما كيتفرجوا في الفلوغات ولا باش اللي كان شي واحد يقلب على هاد المنتجات وهذا يلقاهم، يعني يلقى فيديو خاص تنهضروا على هادشي ديال الحبوب. ان شاء الله ملي يتعالج ليا وجهي باش نقدر نهضر على كل حاجه نعطيها حقها، ماشي يلاه بديت كنجرب شي حاجه ونهضر،
واخا صراحه هذا مجرباه هذا مجرباه هذا مجرباه هذا مجرباه، يعني واخا هذا ماشي ديال الحبوب ولكن قلت لكم زعما هذا الكريم هي اللي كنجرب بالنسبه للترطيب وعجبتني، وهذا حتى هو اول مره نشري راه قربت نسالي حتى هو عجبني، ولكن ان شاء الله غندير لكم فيديو خاص ملي غنزيدو منتجات اخرين على هذا الشيء كامل. وصافي البنات يمكن البلوغ نخليه لكم نخليه اليوم هنايا، متي نشارك معكم شنو هو الروتين دابا اللي كندير به كنعتني به بالبشره ديالي. وغنبدا ندير واحد الماسك قالت لي بيته قالت لي عليه حتى واحد البنت واحد الماسك يعني ما قالت لي رائع بزاف، قالت لي كيحيد ليطاش كيحيد الحبوب. غادي نبداه بحاجه النخاله من عند ماما لانه هذا الماسك يدير بالنخاله اللي كنتي كتشوفيني مريم، بوسه كبيره وشكرا بزاف على النصيحه. غنبدا نجربو الا جا مع البشره ديالي وعجبني اكيد غنشاركو معكم اكيد اكيد. هذا غادي نبداه ان شاء الله من غدا هذا الماسك، غنبقى ندير جوج مرات ثلاثه في السيمانه ونشوف واش غادي لحقاش قالت لي كيصفي البشره. وصافي البنات غادي نخليكم ونقول لكم تصبحوا على خير حتى الفيديو ما يجي، بوسه كبيره والسلام عليكم.